تاو سورسي وتاو غرامة وقالوا لي قال لي الوكيل الدراري ولادك سيصايب لهم الوراق. قال لي الوكيل قال لي القاضي واحد الكلمه قال لي هذيك السيده قال لي اخل مني بغى قال لي حرقات وجهها هذه بدا يبغى يقول لي قال لي هذيك اخليها هذيك ما يعلم بها غير الله. انا تقصحت وانا اللي جبتها براسي وهادشي كامل واخا وقع لي هادشي كامل كيهموني هادشي كامل كيهمني فيه حتى حاجه اللي كيهموني هما الدراري حيت انا عارفه راسي ضحت. انا دريت ولا يشوفوا يا ولادي في وجهي ويخافوا ولدي مسكين قال لي يا ناري يا ماما وليتي خايبه. مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية. كنتذكروا معنا سمية اللي كانت ضحية ديال الاغتصاب ملي كانت صغيرة، ضحية ديال التهميش، ضحية ديال الحجرة، وضحية حتى ديال نفسها مؤخرا لأنها حرقت راسها في حال لحظة ديال الغضب، لحظة ديال الحالة النفسية ديالتها كانت متوترة متزعزعة. الحمد لله ان الحاله الصحيه ديالها غدا كتحسن. بالنسبه للحرق كنبغي اولا نشكر جميع المتتبعين ديال اشواق تيفي وجميع الناس اللي تعاونوا مع سمية ماديا او معنويا. كنشكركم لانكم عاونتوها، شلات الدواء، فرحان عيطت لي داك النهار كتقول لي راه تعاون معي واحد السيده، تعاونت معي واحد السيده الحمد لله لانها قدرت تشري الدواء. هي اليوم عندها امل كبير، اليوم كانت عندها الجلسه في المحكمه فخرج القرار ديال الوكيل الملك واليوم جينا باش نعرفوا الجديد ديال القضيه ديالها. السلام عليكم سمية، اول سؤال كيف بقيتي؟ شويه الحمد لله وكنشكرك انت يا اختي الله يسهل عليك وكنشكر كاع الناس اللي حنوا فيا وسولوا فيا واللي تعاونوا معايا كلشي كنشكرهم. الله يرحم الوالدين الله يخلي لهم معز مع عندهم. اليوم عدي الجلسه كانت عدي مع 12:30 مشيت حضرت الجلسه بقيت انا الاخره انا وياه عيط على الوكيل وقفنا ويقول ليه عطاه هذاك اليوم كان غير النطق بالحكم حيت اخر مره قال لكم التاجيل للنطق بالحكم. انت ما صبرتيش؟ انا ما عارفاش واخا انا صبرت راه عطاه هذاك سميتو اش كيقولوا لي غرامه وهذاك حبس ما عرفتش كيقولوا لي ما وقفتش في سورسي. سورسي عطاو سورسي وعطاو غرامه وقالوا لي قال لي الوكيل الدراري ولادك سيصايب لهم الوراق. هادشي اللي كاين اليوم واخا هكاك انا كاع ما كنت باغا الحكم حيت انا تعدى عليا وكلشي والحكم ما طلعش في الصالح ديالي. علاش ماشي في الصالح ديالك؟ حيت انا بغيت ناخذ حقي. علاش كيتهجم عليا وعطاو غير حكم سورسي وعطاو غير؟ ولكن دابا القاضي اللي حكم هو اللي عارف اللي عارف وربما شاف الظروف الاجتماعيه ديالو ربما حنا ما كنحطوش راسنا في بلاصه القاضي حيت القاضي كتبقى عنده السلطه التحكيميه. قال لي الوكيل قال لي القاضي واحد الكلمه قال لي هذيك السيده قال لي اخل مني بغى قال لي حرقات وجهها هذه بدا يبغى يقول لي قال لي هذيك اخليها هذيك ما يعلم بها غير الله. حنا كنهضروا على سميتو قال لي الولاد راه اللي كان ولادك سير صايب لهم بحال هكا الوكيل سير صايب لهم الوراق حيت الوكيل الرئيس حس بيه راه كيكذب حس بيه كيكذب. دابا ما عجبكش الحكم ما قنعكش باقي عندك الحق في الاستئناف ممكن دائما تستانفي ياكي ما عارفاش انا الاستئناف ما عارفاش هادشي دائما اي ما عجبكش راك تعاودي تستانفي من حقك ولكن انا كنظن اهم حاجه في هادشي هو ان الوجه ديالك يبرى وتهتمي بنفسك يبرى لك الوجه ديالك والوليدات يدار لهم الوريقات. انا عارفه راسي ضايعه عارفه راسي من كنت صغيره ضايعه ما بقيت انا مهتميه في راسي غدا ندير صافي وليت انا كيهمني الحياه ديالي هما وليداتي هما الحياه هما الروح هما خصك تهلاي في راسك باش تقدر تهلاي في وليداتك. هما اللي كنفكر فيهم انا يمكن يهمني حتى حاجه من غير وليداتي. تفكري فيهم خصك تفكري في راسك تعاوني راسك
تدخلتي من هذه المرحله ديال الاكتئاب ديال الحريق ان شاء الله شويه؟ قلتي لي اش قال لك الطبيب؟ لا قال لي سميتها هذاك الاول الحريق الاول، قال لي غيبرى لك ان شاء الله مزيان الحمد لله، قال لي غيبرى لك مزيان، نتبع الدواء البومادة داكشي، قال لي غيبرى لك ان شاء الله مزيان. نتبع الدواء، نتبع انا قبل ما نمشي للمحكمه طلعت للسبيطار داواو ليا، باش مشيت للمحكمه هي الاول، سبقت راسي هو الاول مشيت للمحكمه. انا ممكن طلع ما طالبت والو، انا كنت كنطالبه بحق وحق ولادي، انا بغى الحياه المدنيه لولادي، وما بغيتش تعدى عليا. شفتي هذا الحكم انه ماشي في الصالح ديالك، او ماشي هو هذا الشيء اللي كنتي كنتظري، راه من حقك تستانفي. شوفي القانون راه كيف قلت لك، راه القانون كاين، غير حنا خصنا نصبروا واحد شويه. انا عرفتك تقصحتي، وصلتي لواحد المرحله نفسيا ربما ما بقيتيش قاده، حيت اخر مره اخر جلسه راه ماشي ما داروا معاه والو، راه قال لكم تاجيل الجلسه الجايه غير نطق بالحكم. انت ما قدرتيش تصبري، باش حسيتي ديك الساعه كنتي؟ انا حسيت صافي تفرقعت من الداخل، بقيت القلب بقى يعمر 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 يعمر، ما بقاش قادر يصبر صافي. لحقت واحد الدرجه ما بقيتش قاده نصبر، حيت عمر لي بزاف. شكون اللي تقصح؟ شكون اللي دار؟ انا تقصحت وانا اللي جبتها براسي، وهادشي كامل واخا وقع لي هادشي كامل كيهموني، هادشي كامل كيهمني فيه حتى حاجه، اللي كيهموني هما الدراري، حيت انا عارفه راسي ضحت، هما ما بغيتهمش. قولي انا ضعت ما ضعتيش، باقا صغيره باقا الحياه قدامك. دائما نقولوا القادم اجمل، ونديروا حسن الظن بالله، نقولوا بان سيدي ربي كاين وقادر يبدل الاحوال، وسبحان مغير الاحوال، كاينه ولا لا؟ بصح النيت كل شيء يطلقها في يد الله، الله يقدر يبدل لك بزاف ديال الحوايج. ثاني ملي فكرت ندمت، علاش؟ حيت انا حرام، قال لك حرام، انا ما كنتش عارفه راه حركت راسي راه حرام. راه حرام راك تضري واحد اخر او تضري راسك، راه هي حرام. انايا ما همني حتى حاجه، انا همني ديك الكلمه اللي قالوا لي حرام، يعني انا بيني وبين الله داك الشيء اللي درت بيني وبين الله خايب. لا شوفي، الحلال والحرام الله غيقرر فيه، ياك؟ هو سي فغي، ما خصش الانسان يضر نفسه، وما خصوش الانسان يضر غيره، ولكن سمعيني عاوتاني، الله اللي عالم بك في الحاله النفسيه اللي كنتي فيها. حنا ماشي كنعطيو تبرير، وانما الله اللي عالم بالحاله النفسيه اللي كنتي فيها هذيك الساعه، فما غاديش نزيدوا عليك ونقولوا لك حرام وناري غيعذبك سيدي ربي. لا لا، نفكروا في الزوينه سميه، نفكروا في هادشي اللي جاي، نفكروا في وليداتي، الحمد لله هم غيتصايب لهم الوريقات، ياك؟ اش غادي تبراي ترجعي ديري خديمه، شوفي تعاونوا معك الناس في القناه ديالك، وتزيد تفعل تبدل حياتك لما احسن. راه شوفي، راه دائما راه كاينين دي او دي با كيف كنقولوا بالعربيه، راه ماشي دائما راه مره هكا مره طالعه مره هابطه، مره كاين مره ما كاينش. الصبر، الا ما كانش الصبر ما غاديش نقدروا نعيشوا. واش كيحسبك غير انت اللي عندك المشاكل؟ انا عندي المشاكل، الناس اللي كيتفرجوا فينا عندهم مشاكل، كل واحد عنده المشاكل ديالو ولا من ديالو. كاين شي واحد خاطئ المشاكل. دابا انا بغيتك توصلي واحد الميساج للناس اللي كيشوفونا، ما ندمتيش على هذا الفيلم؟ ندمت بزاف بزاف. شكون اللي تضرر في الاخير؟ انا اللي تضريت. هب وحدك. انا تضريت، ولاو يشوفوا يا ولادي في وجهي يخافوا، ولدي مسكين قال لي ناري يا ماما وليتي خايبه، يشوفوا لي انا، شوف الجمال جمال، يقدرش يشوف لي انا، كيقول لي دير الفاصمه، دير من نحيد الفاصمه نبغي نداوي، يقول لي عرفتي من بغي نداوي نخرج برا حتى تداوي عرفتي ندخل. خايب خايب قال لي، خايب خايب ولدك، ولا خايبه ماما قال لي، خايب. عندما كيشوفوني كيتالموا، وانا ذاك الالم اللي ما بغيتوش ليهم انا درته ليهم. ماشي مشكل، دابا هذا خطا كنا كنخطئوا، اللحوم من ورانا، نقولوا ان شاء الله حاجه اللي كنتمنى ان هادشي كامل يبقى تعاود، نصايب لولادي الوراق ويبعد مني داك السيد، ونخدم على القناه ديالي، ونولي بخير انا ووليدات. هادشي اللي كنتمنى، ومبقيتش نعاود ندير شي حاجه اللي هي خايبه، وتا داك القناه ديالي ما باغاش ندير داك الشيء الخايب. انا بغيت بنادم يدخل عدي على اساس انا ام،
ما يبقاش راه يعيط عليا بنادم وبدا يقول لي ذكر الهضره وداك الشيء هضر معايا حسب ام بغيت انا نعري لحمي ما بغيتش داك الشيء كامل ما بغيتش ندير ما بغيتش انا نلبس الكساوي ديال الراقص ولا نعلي رحمي انا ما باغاش انا بغيت بنادم يتعاون معايا حيت انا ام وباغا نوكل وليداتي ماشي يتعاون معايا على قبل تنبين انا لحمي ولا ندير شي شوه ولا نولي لهم شي حاجه خايبه عبش يدخل عندي انا ما باغاش هذاك الشيء ولا ما قسمش الله في ديك القناه وما بغاش يدخل عندي الناس نديرها بيع وشريا وحسن ليا وما نديرش داك ما باغاش ندير داك الشيء انت قلتي لي نقدر نبيع البيجامات وهذا ندير شي حاجه ندير بيجامات ندير الله شوف شي حاجه يجيب لك الله شي محسن ولا محسنه يتعاون معاك تشري واخا 4-5 البيجامات وشي حاجه الحوايج ديال العيالات بحال هكذا السوفيتمون القصاريه انا بغيت القصاريه بحال حالي بحال العيالات بغيت القصاريه نبيع وداك الشيء ماشي بحال سميت حيت انا تكرفست في حياتي عجبتني الروح ديالك اليوم تكرفست في حياتي بزاف وداك الشيء اللي دوز في الماضي ما بقيتش باغا ندوزو حيت انا تكرفست بزاف وتعذبت وهذاك هذيك الطريق الخايبه ما مزياناش ماشي ما خدمتش غير في الطريق الخايبه كلشي خدمت فيه خدمت في المقاطعة قاضيان يعني خدمت كنبيع ربيع البصله فهمتي يعني خدمت انا باغا فهمتي باغا شي حاجه جديده برافو عليك باش نكبر ولادي وهذا الشيء ان شاء الله بنتك قلتي لي كتحلم انها تدخل العسكر لا ده باغا تخرج مضيفه الطيران وهو باغي يكون ضابط شرطه ولدك يكون ضابط شرطه الطيران باغا تلبس لك الكسوه ديال مضيفه الطيران قالت لي ماما خاصها تقرا وتقرا اللغات والله يسر ليها علاش لا شوف دائما ما كيكون كيكون الحلم انسان كيحلم الا ونترجاو خير ونقولوا دائما القادم اجمل حيت الله نديروا فيه حسن الظن بالله غادي يعطينا خاصهم يتربوا مزيان ويكونوا يعرفوا بينهم وبين الله غيخرجوا به خير حيت انا كنقول لهم وليداتي هي المهمه ديالك وليداتي كيعرفوا بينهم وبين الله ولدي راه كيمشي للجامع راه ديما الجمعه تلقاي في الجامع كيف لا نهار الجامع كيف لا نهار الجامع ديما كنقول لهم صلي ولادي بجوج واخا نكون انا ندير اي حاجه فهمتي ولادي خاصني نوريهم شي حاجه اللي زوينه يعني الصاله خاصهم يصليو لا نبقاو في الصاله وداك الشيء يقدروا يخرجوا شي حاجه زوينه اما لو فاتوا الصاله ومشاو لهذوك البلاصه الخايبين ما غاديش يكملوا حيت ديك الطريقه خايبه بزاف كنطلق الله كتكون زوينه بزاف طريق الله زوينه انا حسيت بها طريق الله كتكون زوينه يعني الله كييسر لك في اي حاجه طمانينه كييسر لك في اي حاجه انا دابا كنخدم خاصني ضروري باللي نخدم سوره البقره لما خدمتهاش من نعس ضروري كتكتبها لي بنتي حتى انا ما قارياش تكتب لي بنتي ونخدم عاد كنرتاح يعني اللي تبع طريق الله راه غيسهل عليه الله اي حاجه سهله اللي مكانش كيتخيل راسه راه غتوقع عليه غادي يسهل لي الله فيها خاصني أنا كنشكر كاع الناس اللي بقيت فيهم وتعاونوا معايا كنقول لهم الله يرحم الوالدين وانا داكشي كامل اللي درته راه غير سر المراهقه وما كنتش عارفه يعني كان عندي العقل ديال دابا كاع ما غيوقع لي هاد المشاكل كامل يعني انا كنت في واحد السن صغير بزاف ما عارفاش وما عديش اصلا اللي غيوعيني ولا يقول لي هادي خايبه ولا كنتي ضحيه ديال الاغتصاب الحمد لله حنا ما تلوموكش الحمد لله فهمتي لانك كنتي باقا صغيره شوف ما تبقايش تلومي نفسك هذاك الشيء اللي بغيت نقول للناس نقول لهم غير انايا ما غاديش نبقاو نوضحوا للناس الماضي ديالنا غادي الا بغيتي تبيني شي حاجه للناس هي غتبيني ليها شي حاجه للقدام بيني لهم باللي سميه غادي تولي زوينه غتولي مزيانه غادي نوقف على رجلي غادي ندير وانا حالفه انا حالفه غنمشي لمحاربه الاميه ونقرا دابا فرحت انا صافي غنقرا نقرا حيت القرايه زوينه نو انا حالفه غنمشي لمحاربه الاميه وغنقرا وحتى حنا غنبقاو متبعين القصه ديالك اسميه حتى توقفي على رجليك ان شاء الله الا بغى الله ووليداتك يخرجوا لهم الوريقات ونديروا شي فرحه كبيره ان شاء الله. ونفرحوا بك وان شاء الله والدواي هذا هو اهم حاجه الحمد لله بعد شويه اليوم شفت الوجه ديالك ماشي بحال شحال الحمد لله الحمد لله والشكر لله واللي بغى يتعاون معايا من الناس اللي كيشوفوني وبقيت فيهم راه يدخلوا القناه ديالي ولكن بداك الشيء اللي كندير انا محتاره ما باغاش شي حاجه خايبه لكن شي محسن ولا محسنه كيشوفنا اليوم يتعاون معاك في هذا رمضان ديري شي بيع وشراء بيجامات ولا هذا تكون شي حاجه مزيانه ياك مزيانه نمشي انا هذا باش توقفي على رجليك الحمد لله حيت راه الناس ما يبقاوش دائما يعطوك خصنا حنا نوقفوا بصح النيت علاش انايا الناس ما يبقاش عطيني قلت لهم دخلوا لقناتي ونبقى بهذا الشكل انا ما باغا ندير هذاك الشيء الخايب غنبقى في شكلي
حيت كيعيطوا عليا كي اللي كيدو في القناه ايه في الخير قالت لي تفعلت ودارت مزيان. المهم خصك ديري شي خدمه ياك بيع وشري انت غتعرفي ديري البيجامات البيرميد. وعدتينا انك غتمشي للمحول حنبلات امي ضروري غنقرا ضروري انايا ضروري غنقرا واخا كبرت صافي لكبرت ما نقراش. وطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي واخا نكبر نقرا غنمشيو نتعلم الحرافه ونعاود نعرف نكتب سميتي حيت ما نعرفش نكتب سميتي ونعرف بغيت نقرا انا لداخل ديالي كيقول لي اقرا باغا نقرا من الداخل ديالي باغا نرجع نقرا واخا كبرت نقرا ما المحاربه الامويه ما كيقراوش فيها ايوا نمشي منك وكيقراو نقرا من مرحب حرب القرايه ما عندهاش سن محدد كتساليش حيت انا سولت قال لي كاينه داك التنميه البشريه كيقريو فيها سولت قالت لي دخلي سولت قالت لي دخلي قلت لها باغا نقرا قالت لي دخلي سولت واحد الجامعه هنا قال لي في رمضان عاوتاني كيوليو يقريو العيال غنمشي غنقرا انا من الداخل ديالي غنقرا باغا نقرا واخا هادشي اللي وقع لي كله غنلوح كله غنلوح من ورا داري وغنقرا وغنجاهد وغنبيع ونشري ونخدم ونكبر ولادي باش يقراو هما ويخرجوا داكشي اللي باغين فيه ان شاء الله في المغرب. الله تشوفي يعني وليدك ضابط شرطه وتشوفي بنيتك اوتيس دو لير كيف كتمنى. انا فرحانه بزاف سميه اللي شفتك اليوم وشفتك بهذا الروح الزويونه. نبقاو دائما دائما النفسيه ديالنا نديروا الثقه ديالنا في الله وتبقى النفسيه دائما مزيانه وطالعه ياك توعدينا بهذا الشيء. صافي انا وعدت راسي ما بقيتش غادا ندير شي حاجه خايبه غادا صافي تبارك الله عليك غادا نقرا ونطلع ولادي وغندير شي حاجه باش نوكل ولادي تبارك الله عليك حيت ما غاداش نبقى بحال هكا غنصح ان شاء الله وغنقدر نخدم غنصح وغنقدر نخدم وغنقدر بزاف ندير شي حوايج وكان قبل ما نصح انا مريضه بحال هكا وغنبدا نقرا مزيان مريضه هكا ونمشي نقرا من جيف النصح تلقاني شويه وليت نقرا ونعرف نتفاهم مابقاش اميه مابقيتش باغا نكون اميه. ملي قلتي هذه النقطه انا عرفتك انك فهمتي الحياه صح تبارك الله عليك. كنتمنى انك تدركي كل ما كتمني والله يشافيك ان شاء الله تشافي عما قريب وترجعي لينا وان شاء الله نفرحوا بك بالتخرج ديالك ربما بدوزي هذا البريمير او الابتدائي تقراي راه كاين اللي كيبقى يقرا من محو الاميه وصل للكاتريام وصل حتى للباكر من محو الاميه راه شوفي برافو ملي قلتي لي هذه انا زدتي فرحتيني وانا فرحانه بزاف ملي شفتك اليوم وشفت النفسيه ديالك بحال هكذا. كنتمنى لك الخير اختي سميه والله ييسر لك. شكرا لكم شكرا كنتي بزاف هذا واجب وقفتي معايا من الاول حتى الاخر هذا واجب الله يخليك صحيح مازال غنزيد نتبع انت انسانه طيبه انت وخويا حمزه انسانين طيبين الله يخليك صحيحتك وشكرا وقفتي معايا من الاول حتى الاخر ما فتينيش سميه هذا واجب شكرا كنشكرك بزاف وزدتي انتيا في اخبارك انت اللي زدتي كاع درتيني على الهضره اللي قلتي لي زدتي درتيني علاش بغيت نقرا انت شجعتيني برافو علاش كنشكرك حيت انتي شجعتيني باش حيت اش غنقول لك لا نبكي وهذا لا لا جيتي عندي ديك الخطره شجعتيني وانايا تشجعت صافي باغا ندير المستقبل واخا كبرت ندير المستقبل ولادي ما كاينش كبرت هاد كبرت حيديها راه عندنا راه في دماغك العمر مجرد ارقام ما كاينش كبرت راكي باقا صغيره ما كاينش كبرت نحيدوها هاد كبرت سميه نحيدوها قول انا مازال قادره ندير انا مازال باقا نعطي انا مازال باغا نقرا مازال انا غندير ومازال غنوصل. ديري واحد الهدف قدامك غادي توصلي له وربي ما غيخيبكش. الهضره هي اللي خلاتني انايا نتشجع ونبغي نقرا الحمد لله ونبغي نخدم ونبغي بزاف ديال الحوايج وانا فرحانه بزاف شكرا وكنشكرك بزاف الله يرحم الوالدين وكنشكرك الاخ حمزه بارك لك العواشر الله يبارك لك مبروك رمضان ان شاء الله يدخل عليك باش ما تمنيتي وكنبارك المشاهدين الكرام العواشر كنقول لهم مبروك رمضان يدخل عليكم ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحه بالسلامه بالعافيه واللي كيقرا الله ينجحو اللي عنده شي مريض الله يشافيه ليه واللي عنده شي اموات الله يرحمهم ليه في هاد العواشر. شكرا لكم وصلتوا معنا نهايه ديال الفيديو كانت معكم مريم فسحي خلف كاميرا حمزة بوقنادل لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.